في حصادنا الثقافي هذا الأسبوع معزوفات كلاسيكية لأعمال عالمية مهمة على البيانو، جسدها الطالب الطب محمد إبراهيم وقد أجاد في عزفها ببراعة واحتراف وسط إعجاب الحضور. أمسية رومانتيك ميوزك نايت مؤلفة من 7 قطع صعبة، كل القطع اللي انوجدت كانت صعبة جدا كمان، يعني إذا بدنا نحط لها تقييم للقطعة. مثل ما شفت الأمسية كانت كلها كلاسيك، فنحن عم نحاول هلأ أنه ننشر الموسيقى الكلاسيكية هون أوسع، يعني بصفة حتى نحن بنشوف الجيل الطالع هلأ أنه عم يميلوا أكثر للموسيقى الغربية الكلاسيكية تماما. الصراحة نحن خلقنا بعيلة فنية كبيرة، أخذنا المورثات كلها من الوالد ومن الوالدة كمان، بالإضافة تعب معنا وطورنا من حالنا لحتى وصلنا لهي المرحلة اللي مفتخر فيها الحمد لله. بلا أكاديمي في العمل على أي نوع من الأعمال على جميع الأصعدة، إذا ما كان مبني على أسس أكاديمي لا يمكن النجاح. الموهبة ما بتجي هيك عن عبس، يعني بدها ترويض، بدها تغذية فكرية وتغذية سمعية وتغذية بصرية لحتى تكمل معنى له موهبة. واحد بيكون عنده بس لا يمكن تكمل بلا الأسس الثلاثة اللي قلت لك عنها. يا شام يا شام يا شام قولي الحبايبنا يوافونا، الرب يجي تشرين خليهن يلاقونا. دعما لهي المواهب وتمكينها وتأمين كل سبل نجاحها، فأكيد اليوم كان هذا الحفل مثل حفلات كثيرة صارت وراح تصير إن شاء الله خلال هذا العام لدعم هاي المواهب الشابة والحفاظ عليها وتنمية خبراتها في المجال الموسيقى. أمسية كانت رائعة جدا وخيالية، يعني بتخيل واحد يطلع من الواقع لللاواقع، من الشعور لللاشعور بيقفز. يعني أنا لما بحس أنه عم بحضر لواحد دكتور عنده هالحس الموسيقي، عنده هالإبداع، بعدين أنا اللي بعرفه هو ينتمي، يعني في شيء بالمورسات، يعني الأب ما شاء الله اسم من أسماء الوطن العربي، الأخ مغني وموسيقار عالمي. أنا عجبتني هيدا الأمسية كتير، وبس أكبر بصير أستاذ مثل الأستاذ معي. في هذا الأسبوع الثقافي أيضاً أطلق على قاعة من قاعات الأطفال اسم الأديب عزيز نصار. هذا الأديب الذي أغنى المكتبة الطفلية بعطاءاته الأدبية التي تتعلق بثقافة الطفل. بيعني لي شيء كبير، إن شاء الله يا رب يكون أخذ تقديره أخذ استحقاقه. الأديب الراحل عزيز نصار بكون أخوي وبيعني لي مثل الأب الروحي لإلي أنا. نحن اليوم بتكريم الوالد الراحل الأديب عزيز نصار، نحن بقاعة الأطفال، بيعني لنا جدا جدا هالتكريم، هو تخليد لإسمه لنتاج أعماله كلها اللي كانت على مدى حياته. عملوا له تكريم بتسمية اسمه، يعني هالشي بيخلد الاسم. بتمنى أنا إن شاء الله بهالقاعة الرائعة بالتجهيزات الرائعة اللي فيها بدار الأسد يكون فيها نشاطات كتير وقصص إسرائيلية للأطفال يلي بدهم يجوا هون ويكونوا ضمن نشاطات المركز الثقافي. المبدعين لا يرحلون إلا بأجسادهم، عطائهم باقي. هذا الإرث والغنى الثقافي وخاصة في جانب أدب الأطفال الذي تركه لنا المبدع الراحل عزيز نصار هو بمثابة فخر عظيم لكل هذه الأجيال
ليس فقط للطفول وإنما للجميع. جد مسرور جدا جدا لهذا العمل العظيم الذي يجب أن يكون دائما وأبدا، لأننا عندما نسعى لتكريم هكذا كاتب أنجز بخلال حياته ووضع بصمات على كتب الأطفال والروايات والقصص، وكان يهتم بالإنسانية وهو إنسان، كان يكتب للأطفال، كتب القصة القصيرة للكبار، كان لغوي ونحوي ومدقق لغوي، بالإضافة إلى ذلك كان إنسانا. هذه الخطوة خطوة مباركة وثمينة جدا، لأن الأديب عزيز نصار لم يكن كاتبا عاديا، هو ابن اللاذقية البار، وأثر المكتبة الثقافية بالكثير من المؤلفات، اهتم بأدب الطفل، ذاكرتنا تحتفظ بالكثير من كتاباته وعناوين قصصه، دفتر الفرح، رسوم على الجدار، صندوق الحكايات. في حصاد الأسبوع الثقافي أيضاً كان هناك حفل كونشيرتو بيانو على مسرح دار الأسد للثقافة الذي قدمه معهد محمود العجان بالتعاون مع الأوركسترا الكلاسيكية باللاذقية. حفلنا اليوم هو كونشيرتو البيانو مع الأوركسترا. الحفل كتير مهم كونه هو عازف لآلة البيانو مع مشاركة عازفين، هيدي كتير مهمة لأنه أول مرة بينعزف كونشيرتو، هو من أهم القوالب الموسيقية يلي بيعطي كتير حرفية وتمكين للطالب العازف البيانو. الحفل قسمناه قسمين، القسم الأول كان عبارة عن قطع مختارة من قطع طلاب المعهد لنفس المؤلف يقدموها على بشكل إفرادي على آلة البيانو، والقسم الأهم من الحفل هو شيء بنعمل لأول مرة باللاذقية، ويعني من سوابق المرات بالمعاهد التابعة لمديرية المعاهد والموسيقية والبالي اللي هو كونشيرتو البيانو. اليوم في عنا تقديم قسمين بالحفل، أول قسم في عرض سولو بيانو لطلاب قسم البيانو، رح يقدموا قوالب مختلفة للمؤلف باخ، وبالقسم الثاني رح يتم تقديم كونشيرتو لأول مرة، هي كونشيرتو سول مينور لباخ. مشاركتي عموماً تتضمن نشاطات وهي مثل قطع لباخ، وهو يعتبر باخ مثل مؤلف كتير مهم، ويعتبر مثل هو تحسين لأي عازف بيانو، وهو شيء أساسي لكل عازف لازم يعزف القطع، وأنا حأعزف كونشيرتو بيانو لباخ. مشاركة بالكونشيرتو السابعة لباخ اللي هي على مقام سول مينور، هي يعني كنا عم نشتغلها ومدربنا عليها كتير بفترة قبل، وحالياً هي جاهزة. أنا رح أقدم الحركة الأولى وهي موزعة ثلاث حركات، كل طالب رح يقدم حركة هي مخصصة للبيانو. أنا كتير متحمسة ومبسوطة لأنه أول مرة بطلع على المسرح، وهي فرصة كتير حلوة للأساتذة يقدموها لكشف مواهب ما كانت مذكورة من قبل. أنا مشاركة مع الأوركسترا الكلاسيكية بتعاون مع البيانو بالكونشيرتو السابع لباخ. نشاط تفاعلي للأطفال أقامت المكتبة العمومية من ضمن نشاطات وزارة الثقافة تحت عنوان مروحة الفنون، ما بين رسم وتلوين وأعمال تجريبية مباشرة توجت بمعرض لرسومات الأطفال. اليوم نحن حبينا نطرح الختام بجو تفاعلي مع الأطفال، ندعي كل الأطفال لنشاط رسم حر، هن رح يرسموا على كراتين مساحة صغيرة، هاي الكراتين هي بتكون مثل مداميك أو حجر من المبنى اللي نحن رح نشكله اللي هو البيت رح يتشكل، بالإضافة لأنه آخر شيء رح نعمل مثل قصة كمان بتحكي عن الرسم بشكل عام. شو الشيء اللي حبيته بمروحة الفنون؟
انه هو ما عن طريق التلقين، يعني انت ما عم تلقني للطفل انه بترسم هيك او ما بترسم هيك، لا، هي مبادئ اساسيه بتخلي الطفل انه هو بقى شو شايف يعبر عنه، يعني ما انه مثلا بترسم الكاسه بهيدا الطريقه، لا، انه انا بعلمك مبدا الاساسي لرسم الكاسه وانت كيف شايف الكاسه بترسمها او كيف عم بتفكر فيها. هلا هو اكيد الطفل لازم يكون بيحب اول، حتى اذا هو ما حب لما بيشوف رفقاته وهيك بينعدى منهم بيصير يجرب، ولما بيجرب بيصير بيحب اكثر وبيهتم اكثر. فكتير يعني اسلوب المكتبي بتنميه المهارات كتير شيء جديد انا حسيته هون برسم. فزت بالمرتبه الاولى وانا بحب الرسم وبتمنى اصير رسامه مشهوره. هون بمروحه الفنون تعلمنا الرسم والفوتوشوب من الانسه لما والانسه عدويه والانسه روب. اي وهلا عملوا لنا معرض هون، اول رسمتين عن المنظور وهون عن الجسم، جسم الانسان. كان عندي هاي اللوحه كنت ادمج فيها وضليت عزبت فيها يعني لحتى هذا، بس كانت الانسه دائما بتعطيني ملاحظات لحتى اتقدم وحتى وصلت لهي النتيجه. شاركت كثير حلوه، تعلمنا فيها الرسم وكيف نشتغل على الفوتوشوب. انا شاركت باربع لوحات، هذول هني اول وحده هيدي رسمنا عن مجلات صور للحيوانات، انا اخترت هيدي اللوحه لانه حسيت فيها كثير كائنات بحريه. استخدمت الاخضر، الازرق، البرتقالي، الالوان الطبيعيه يعني الوان عن الطبيعه. وأخيراً في حصادنا الثقافي لهذا الأسبوع أقيم معرض للكتاب بعنوان شهر الكتاب السوري في كلية الآداب بجامعة تشرين، تميز بالتنوع لخدمات كافة الاختصاصات والاحتياجات. بالدرجة الأولى تكمن أهمية هذا المعرض في تفعيل وتنشيط الحياة الثقافية، ولا سيما عادة القراءة التي ابتعد الناس عنها قليلاً لأسباب مختلفة، فيذكر الناس بالكتاب والذي هو خير جليس كما قال جدنا المتنبي، أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الأنام كتابه. أما أهميته بالنسبة لطلاب الجامعة فتكمن في التنوع الهائل الموجود ما شاء الله، الذي يلبي الاختصاصات كافة، يجد فيه الطالب ما يفيده في بحثه في دراسته وبأسعار رمزية جدا. هو مهم جدا من ناحية كطلاب أدب إنجليزي عم نلاقي معاجم كتير وهي مفيدة وبأسعار رمزية. من ناحيتي ككاتب عم نلاقي تنوع كتير كبير، يعني غير كل مرة، وعم يكون في كتب بأسعار رمزية كتير عم تفيدنا صراحة. كتب المسرح حاليا لستانس لفيسكي ولكذا كاتب مهمين صراحة هي كتب عالمية، ما احتمال اني لاقيها بغير مكان غير هون. وجود نوافذ هذه المراكز الثقافية في كلية الآداب في جامعة تشرين يعطينا أهمية عالية المستوى، وذلك لأن هذا المعرض متنوع المجالات، منه مثلا النحوي واللغوي والثقافي بكافة المجالات، ويمكن لطلاب المرحلة الأولى أن يستفيدوا منه في حلقات بحثهم، كما أن طلاب الدراسات العليا أيضا يمكن أن يستفيدوا من هذه الكتب الموجودة. ظهرت المدرسة الرومانسية الفنية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وفسرت إلى حد بعيد التطور الحضاري في ذلك الوقت الذي ابتدى مع تقدم العلم وتوسع المعرفة.
تعتمد الرومانسية على العاطفة والخيال والإلهام أكثر من المنطق. وتميل هذه المدرسة الفنية إلى التعبير عن العواطف والأحاسيس والتصرفات التلقائية الحرة. كما اختار الفنان الرومانسي موضوعات غريبة غير مألوفة في الفن مثل المناظر الشرقية، كذلك اشتهرت في المدرسة الرومانسية المناظر الطبيعية المؤثرة المليئة بالأحاسيس والعواطف، مما أدى إلى اكتشاف قدرة جديدة لحركات الفرشاة المندمجة في الألوان النابضة بالحياة وإثارة العواطف القومية والوطنية والمبالغة في تصوير المشاهد الدرامية. يؤمن فنان الرومانسية بأن الحقيقة والجمال في العقل وليس في العين. لم تهتم المدرسة الرومانسية الفنية بالحياة المألوفة واليومية، بل سعت وراء عوالم جديدة من الماضي ووجهت أضواءها على ظلام القرون الوسطى ونفذت إلى ما وراء أسرار الشرق. كان من أهم وأشهر فناني الرومانسية كل من يوجي دي لاكروا وجاريكو، فقد صور دي لاكروا العديد من اللوحات الفنية، ومن أشهرها لوحة الحرية تقود الشعب، وهي لوحة شهيرة في فرنسا، وكذلك خيول خارجة من البحر. أما الفنان جاريكو فقد صور الكثير من الموضوعات الفنية، من بينها لوحة كانت سبباً في تعريفه بالجمهور، وهي لوحة غرق الميدوزا. وهي حادثة تعرضت لها سفينة بعرض البحر وتحطمت هذه السفينة، لم يبق منها سوى بعض العوارض الخشبية التي تشبث بها بعض من بقوا أحياء للنجاة. ففي هذه اللوحة صور الفنان صراع الإنسان مع الطبيعة.